ولمتابعة آخر تطورات عملية طوفان الأقصى انضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ صلاح الدين العوابدة، ومن المؤمل أن ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة المحلل العسكري والاستراتيجي الدكتور رفيق أبو هاني. نبدأ مع الأستاذ صلاح الدين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكم والسادة المشاهدين. أهلا بكم. هذا القصف المتبادل على البلدات في الأراضي المحتلة والمدن، ما الهدف من هذا القصف المكثف؟ تقصد قصف المقاومة بالصواريخ؟ القصف الاحتلال على البلدات المحتلة، الأراضي المحتلة في غزة. نعم، الهدف وفق لنتكلم من منطلق أكاديمي، وفق النظرية الأمنية الصهيونية، عندما تتعرض لهجوم فهذا يعني أن الردع تآكل وأنه بحاجة إلى تجديد، وتجديد الردع باستخدام قوة مفرطة تجاه الخصم. في هذه الحالة الخصم ليس جيشا نظاميا كما حصل مثلا في حرب 73 ليتم تدمير المعسكرات والمطارات ويتم إبادة أرتال الدبابات وما إلى ذلك. الخصم في هذه الحالة هم السكان في قطاع غزة الذين خرج من بينهم شباب المقاومة الذين عبروا الحدود و نفذوا عملية طوفان الأقصى. وبالتالي استعادة الردع من منظور الاحتلال الآن هي ارتكاب المجازر ضد المدنيين وتدمير قطاع غزة، تدمير المدن، تدمير الأحياء السكنية، تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها. هذا مفهوم الردع واستعادة الردع لدى الاحتلال، والذي ينبثق عنه نظرية الضاحية المعروفة باسم نظرية الضاحية نسبة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت منذ عام 2006. حيث يعتقد الاحتلال بأن تدمير حي سكني بالكامل سيكون رادعا للمقاومة في المستقبل، ولكن الاحتلال جرب هذا في قطاع غزة في الجولات السابقة والحروب السابقة، وخاصة حرب 2014، ودمر حي الشجاعية وحي الزيتون في قطاع غزة، ودمر رفح بعد أسر الضابط هدار جولدن، ولم يؤدي إلى ردع المقاومة. شهدنا بعد ذلك جولات تصعيد وعمليات هجومية من المقاومة، وبالتالي شهدنا طوفان الأقصى. لذلك عمليا ما يجري هو همجية، تعبير عن همجية ووحشية وعنصرية لدى هذا الاحتلال الذي لا يعترف بإنسانية الفلسطينيين عموما ويقتلهم ليلا ونهارا قبل طوفان الأقصى أصلا. طيب، انضم إلينا الأستاذ رفيق أبو هاني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذه الضربات التي تستهدف المدنيين، هل من الممكن أن تنقذ نتنياهو وتخرجه من فضيحة طوفان الأقصى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة للصراع مع هذا العدو الصهيوني، طبعا هو هذا الصراع ممتد عبر أكثر من 75 عاما، والعدو الصهيوني يغل في دم الشعب الفلسطيني. عشرات المجازر التي ارتكبها هذا العدو منذ المشهد من سمى هذا الكيان الصهيوني سنة 1948، والمجازر التي يقوم بها ممتدة عبر التاريخ من صبر شكيلة إلى مجازر قدية إلى مجازر كفر قاسم وغيرها من المجازر التي ارتكبها هذا العدو وارتكبها قيادات مجرمة هذا العدو. وبالتالي يعني ما نشهد حاليا من ضرب المدنيين ليست هي الأحداث الأولى التي وليست هي الجرائم الأولى التي يقوم بها هذا العدو الصهيوني، هناك جرائم عديدة يقوم بها هذا العدو. ما يتعلق بمسألة المدنيين والضغط على المقاومة الفلسطينية من خلال إهداف المدنيين، هذا يعد إفلاس من هذا العدو الصهيوني، أنه هو ما فيش عنده بنك أهداف ولا يستطيع أن يحدد أهداف فعالة، يعني يشغل قوة مقابل
مقابل تحقيق اهداف عسكريه لا ما فيش، مش موجود عنده. وبالتالي هو الان ما يعني ما هو الهدف العسكري من ضرب الجامعه الاسلاميه، من ضرب المساجد، من ضرب بيوت عائلات اطفال؟ قبل ساعات يعني ضربوا مسجد، كان في حتى اطفال جوار المسجد لعبوا ميه حلوه، ماء يعني ناس فقراء تعبي ماء يعني بشكل تبرعات الى اخره، بمعنى انه ضرب مناطق او اهداف مدنيه. هو يريد ان يرفع فاتوره الدم لانه هو في عنده معروف هذا العدو الصهيوني، لديه استراتيجيه في قضيه انه هو كسر الخصم برفع فاتوره الدم، مع انه كل ما رفع الفاتوره كل ما انه ضغط على الخصم. كان اخر تصريح للاخ ابو عبيده الناطق العسكري القفشان انه امام كل استهداف للمدنيين سيتم اعدام رهينه من الرهائن الذين هم اصلا مجرمين حرب بالمناسبه، وهذا حسب القانون الدولي اذا كان مجرم حرب شكله محكمه عسكريه يعني حسب القانون الدولي يتم التعاون مع هذا المنطق. لكن اضطرت المقاومه لهذا الاعلان، اضطرت المقاومه لان هذا العدو لا بردعه لا قانون دولي ولا بردعه سياق ولا دين، لا يردع الا الدم بالدم كما يقولون، فاتوره الدم مقابل فاتوره الدم، وبالتالي يعني يمكن ردع هذا. نعم دكتور. نعود إلى الأستاذ صلاح الدين. اليوم الناطق باسم كتائب القسام يقول لا نزال نتحكم بسير المعركة وجاهزون لمعركة طويلة الأمد ومستعدون لكل الاحتمالات. اليوم التطور الخطير لطوفان الأقصى، كيف يمكن أن يفهم أن حماس والمجاهدون المقاومون هم من يتحكمون بسير المعركة على الرغم من امتلاك الاحتلال الطائرات التجهيزات العسكرية التي قالوا عنها أن إسرائيل لن تقهر ولن تهزم فيها؟ وحقيقة يعني هناك قواعد للاشتباك، هناك قواعد للحرب يتبناها المقاومون في قطاع غزة تسمح لهم الاستمرار والبقاء، وهي قواعد الحرب غير المتكافئة. الحرب غير المتكافئة يوجد، أو في الحرب غير المتكافئة في قواعدها يوجد قوانين تتعلق بالطرف الضعيف تمكنه من البقاء، وإذا ما بقي فهو منتصر في الحرب حتى لو كانت النتيجة تعادل، فالتعادل بين الطرف الضعيف والطرف القوي هو نصر للطرف الضعيف. المقاومة تعيش حالة انسحاب استراتيجي أساساً في ظل احتلال من قبل دولة عظمى مثل الكيان الصهيوني، يملك كل الإمكانيات الموجودة في العالم من تكنولوجيا ومن أسلحة متطورة والأكثر فتكاً في العالم، والمزود بها من الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب. وبالتالي الاستراتيجية لدى المقاومة هي حماية نفسها، وبالتالي لا يوجد قواعد للمقاومة، لا يوجد معسكرات يمكن ضربها، ولا منامات للجيش كما المنامات التي استطاعت المقاومة الدخول إليها وقتل الجنود وأسرهم منها في فرقة غزة والقواعد العسكرية المحيطة بقطاع غزة والتي تم الاستيلاء عليها بشكل كامل. ومن هنا المقاومة صامدة وباقية، وهي صاحبة تجربة في العقود الماضية أو على الأقل منذ انتفاضة الأقصى، هي خاضت كثير من الحروب والمعارك والجولات القتالية وجولات التصعيد مع الاحتلال، وتعرف قواعد هذا الصراع جيدا، تعرف ظروف غزة جيدا، تعرف نقاط قوة وضعف هذا الكيان، وبالتالي هي تتعامل مع هذا الواقع بمنطق علمي، منطق عسكري وفق النظريات المطلوبة لمثل هذا الوضع. لذلك هي لديها النفس الطويل عندما خططت هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، لديها مخطط لكل شيء، لكل يوم ماذا سيكون فيه، وعندما يهاجم العدو بشكل ما كيف سيكون الرد، كيف سيكون إدارة المعركة للمدى البعيد. لذلك لا بالتأكيد المقاومة جاهزة، هي التي بدأت المعركة، فإذا لم تكن جاهزة كيف بدأت المعركة؟ الذي لم يكن جاهزا هو الاحتلال، وهذا رأيناه في اليوم الأول ونراه حتى هذا اليوم. نعم. التخبط، الارتباك، الصدمة التي ظهرت عليه.
طيب أستاذ رفيق، هنا إلى أي مدى ترى تطور المقاومة من العملية بعد إجراء قيادة للمقاومة تبديلة للقوات؟ اليوم كما ذكر الأستاذ صلاح الدين، هي تعرف ماذا تفعل وتبديل القوات، هناك تكتيك مستمر لكل يوم، ما الذي ستفعله؟ كيف تنظر إلى هذا التطور في المقاومة؟ مقاومة ناضجة، يعني حتى تتكلم عن قائد عسكري يقود المعركة الآن هو الأخ محمد الضيف أبو خالد، هو حاليا هو ابن الميدان، هو بدأ جندي سنة 1991، يعني تتحكي عن أكثر من 30 عام وهو يخوض معارك منذ أن كان قطاع غزة تحت الاحتلال الصهيوني، وكانت يسمى ظاهرة المطاردين، يعني بمعنى أنه كان العدو الصهيوني في قلب غزة في المخيم الشاطئ والشيخ رضوان وفي النصر وفي سنسرات وفي رفح والشبورة وفي بيت حنون، وكان أيامها أعداد المقاتلين فرادة على عدد أصابع اليد، منهم الأخ حمد الضيف حفظه الله. فبالك بعد 30 عام من التعامل مع العدو الصهيوني ومع التعامل مع مجريات الأحداث ومتغيرات الأحداث، أكيد المقاومة اليوم أصبح لديها خبرة قتالية ونضالية، خبرة في إدارة المعركة، خبرة في آلية التعامل مع هذا العدو. يعني هذه المقاومة الآن أصبحت تعيش، يعني هو المقاومة الفلسطينية لم تأتي من خارج فلسطين ولم تأتي من مكان آخر، إنما هي من داخل المعركة، من قلب المعركة كما يقولون، ومن قلب الميدان تقاد هذه المعركة، ويتم التصرف مع مجريات ومتغيرات الأحداث كل حسب ما يناسبه. وبالتالي معركة مثل هذه المعركة أنا أتصور أنه لا كل شيء مدروس وكل شيء محسوب ويعد سيناريوهات، يعني بمعنى أنه في سيناريوهات التعامل، ماذا لو فعل العدو كذا سنفعل كذا، هذا واضح أنه من خلال ردة الأفعال المقاومة ردة فعل مدروسة ومنظمة ليست هوجائية، وإنما تدل على نضج العقلية المفكرة التي اليوم أصبح لدى بعض الدول شهية حب التعرف على تكتيكات المقاومة وآلية يعني تعاملها مع أعتى قوة موجودة. يعني احنا نتكلم عن نظام حدودي متعدد الطبقات، استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تتجاوز هذا التعدد الطبقات للموانع سواء تحت الأرض أو فوق الأرض، لك كهربائية، لك شائكة، حقول ألغام، كثير من هذه العوائق. المقاومة في ظرف 6 دقائق فقط كانت خلف خطوط العدو تضرب مقر فرقة غزة بشكل كامل، فتخيل معي أن فرقة غزة كاملة في ظرف 60 دقيقة كانت مفككة، فيش حاجة اسمها اليوم فرقة غزة انتهت. وبالتالي يعني لا، هو في دراسة لأبعاد الموقف ومتغيرات الميدان، تكتيكات الميدان، وكل حسب يعني واضح كل حسب التصرف الذي يليق به. نعم. طيب أستاذ صلاح الدين، اليوم استجابة أمريكا السريعة لإنقاذ نتنياهو وإرسال حاملة الطائرات، كيف يراها المجتمع في الداخل المحتل؟ هل هي طوق نجاة لنتنياهو أم هو تأكيد على فشله وفشل منظومته الأمنية؟ أولا هو مطلب الجمهور الصهيوني نتيجة حالة الذعر والخوف التي أصابته في اليوم الأول من المعركة. الاحتلال يعرف بأنه هو كيان طارئ، وهذا على مستوى الجمهور وليس على مستوى القيادة السياسية فقط، يعلمون أنهم كيان طارئ هذه البلاد وأن وجودهم هنا مؤقت، وجودهم في فلسطين مؤقت. نعم. ويعلمون أنه بدون الحماية الأمريكية، وهذا وفق العقيدة الأمنية وفق الأسس لقيام الكيان، هو التحالف مع دولة عظمى راعية وضامنة لأمن الكيان. الكيان ليس جزءا من المنطقة وهو يدرك ذلك، وبالتالي وجود دولة عظمى راعية تمده بالسلاح وتحميه في وقت الأزمات، هذا سياسة يعني ثابتة منذ أن قام الكيان. تعرف بأنه قام على يد الدولة العظمى في حينه بريطانيا، وتطور برعاية بريطانيا وفرنسا إلى أن جاء في الولايات المتحدة وتصدرت العالم وتبنته منذ عام 67 وحتى هذا اليوم. لذلك هو في بنيته الأساسية يعتبر نفسه جزء من الولايات المتحدة أو جزء من الغرب عموما، وبالتالي معركته
وهو يتحدث بهذا، يعني نتنياهو يقول إذا هزمنا اليوم فيعني هزيمة لكل الغرب. نعم. هو يعلم ويدرك ويعترف بأنه هو ممثل المشروع الاستعماري الغربي في هذه الأرض، وجمهوره يدرك ذلك ويعي ذلك، وهم يدرسونه، وهو شعب يعني لديه نسبة تعليم وثقافة عالية، ويدرك أنه مشروع استعماري، وأن بقاءه في هذه الأرض فقط بالدعم والمدد الاستعماري الذي يأتيه مالياً وتكنولوجياً وبالسلاح. وبالتالي منذ اليوم الأول نظروا إلى الأخ الأكبر أو الراعي له وهو الولايات المتحدة. ماذا ستقدمون لنا؟ هل ستتركونا لعناصر القسام حتى يقتلوننا جميعاً؟ يجب أن تنجدونا. لذلك مباشرة بدأ الحديث عن تحريك الحاملات الطائرات وعن إمداد الكيان بالذخائر وتلويح الولايات المتحدة بأنها ستكون جاهزة للدخول الحرب في اللحظة المناسبة. نعم. هذا كله لإشعار الجمهور الصهيوني بالأمن وأنه ليس وحيدا. طيب هنا أستاذ رفيق، ما مدى قدرة المقاومة على الإمساك بالأرض في ظل تقدم حاملة الطائرات الأمريكية ومع كل ذخيرة ومع كل العتاد ومع كل الأسلحة الموجودة لدى الاحتلال؟ ما الذي ستضيفه حاملة الطائرات الأمريكية؟ يعني الذي ستضيفه حاملة الطائرات على منطقة كقطاع غزة لا تتجاوز 360 كيلو متر مربع، يعني هذه مسألة يعني أصبحت يعني في العلم المنطقة العسكري تجاوز لكفة الحدود والمعايير. نعم. هي بتصور أنا مسألة حاملات الطائرات هي عبارة كما تفضل بس الكريم، هي عبارة عن مدى التحالف وقدرة التحالف، قوة التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الكيان الصهيوني، لأنه واضح أن الكيان الصهيوني متأذي جدا، واضح أنه الآن يعني يشعر بخطر شديد على الوجود، ليس خطر على الأمن. اليوم تتكلم عن خطر أمن إسرائيل، وإنما خطر وجود إسرائيل، ستكون موجودة إسرائيل أو ليست موجودة، وبالتالي تحريك حامل الطائرات يدل على مدى التحالف والغطاء الذي تتمتع به هذه الدولة اللقيطة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنه نزل يعني ليست على مستوى قطاع غزة وإنما خارج قطاع غزة لأجل ردع أي طرف مثل حزب الله أو إيران أو سوريا أو أي طرف ممكن أن يتحرك ضد الكيان الصهيوني، او حتى انه يصير تحرك شعبي في بعض الدول العربيه، لانه ممكن تخرج عن السيطره مثلا عن الانظمه العربيه، يعني نظام مصر، نظام الاردن، نظام حتى النظام السوري، حتى انظمه اخرى. ربما انه حاله الصراع الموجود الان وقد يعني فوران هذا الصراع ومستوى عالي من تحفيز الشعوب اللي هو الانطلاق من جديد لإنهاء هذا العدو الصهيوني الذي يؤذي ليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما يؤذي المنطقة العربية والإسلامية، لأتمنى كونه يدنس المسجد الأقصى المبارك ويهدد بإزالة المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي لن تقدم ولن تؤخر شيء مثلا عامل الطائرات مع شعب هو أصلا يقاتل منذ أكثر من 75 عام ولا يهم من يدعم هذا العدو. وبالمناسبة كل من يدعم هذا العدو في أرض الميدان ويصبح هدف مستباح، يعني هذه المقاومة هددت. نعم. قالت انه اي طرف من الاطراف سيتحرك ميدانيا وعسكريا في منطقة الصراع في فلسطين يصبح هدف لدى المقاومة. نعم. الفلسطينية، وبالتالي واضح هذا الكلام جدا. يعني نشكركم الشكر الجزيل من اسطنبول المختص في الشأن الاسرائيلي الاستاذ صلاح الدين العواودة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. وكذلك نشكر من غزة المحلل العسكري والاستراتيجي الدكتور رفيق أبو هاني، شكرا جزيلا على مداخلتكم معنا.